التجمعات العائلية ووصل الود بين أهل الزوج والزوجة من الأمور المهمة، لكن هناك علامات قد تظهر التدخل في الحياة الزوجية، منها الزيارات المفاجئة في أوقات غير مناسبة، كذلك الزيارات الطويلة التي تستمر عدة أيام دون إنذار مسبق، النقد الدائم والتحكم في طريقة تفكيرك، وقد يحدث هذا من خلال الحكم على طريقتك في تربية أبنائك مثلاً أو طريقتك في التعامل مع شريك حياتك، وإلى علامات أخرى وهي تقصي التفاصيل الزوجية، فنجد الحماة أم الأم تحاول معرفة الوضع المادي أو حتى عن العلاقة الخاصة. حتى التدليل الزائد قد يعد تدخلاً عائلياً، فأحياناً يفرط الأهل في تحمل المسؤولية عن الزوج والزوجة.